عشان إن شاء الله ده السيمبوزيوم الأخير النهاردة. يشرفني إن أنا يشرفني حضور أستاذة دكتورة سماح. هتعرفنا طبعاً إحنا زي ما إحنا عارفين إن جاك إنهيبتور عمل برين ستورم في المانجمنت أوف ديفيكالت أوتو إميون ديزيز سبيشال روماتويد أرثرايتس سورايتك أرثرايتس الإنفلاماتوري باول ديزيز. فعايزين حضرتك تقول لنا what's new in the treatment in the one of the most important of JAK inhibitor. تفضل يا دكتورة سماح. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير ويعني سعيدة بتواجدكم معنا وبنعتذر ان طولنا عليكم النهاردة، بس بشكر اللي لسه عندهم صبر وجلد ان يبقوا موجودين معنا لغاية دلوقتي. بشكر شركة إيفا فارما لمشاركتها معنا في المؤتمر ودعوتها ليا ان انا اتكلم معاكم عن واحد من الجاك انهيبيتورز اللي هم عملوا زي ما دكتوره داليا قالت وزي ما دكتور محمد صلاح كلمنا امبارح. مجموعه الادويه دي هتعمل ثوره كبيره في مجال الروماتولوجي، وده للميكانيزم اوف اكشن بتاعهم اللي هنشوفه دلوقتي. انا النهارده هتكلم عن الباريسيتينيب اند روماتويد ارثرايتس وات ات كان اوفر. طبعا كلكم اساتذه روماتولوجي وكلكم عارفين ان الروماتويد ارثرايتس از ا كرونيك انفلاماتوري اوتو سيستميك اوتو اميون ديزيز ذات مينلي بريزنت باي بريفرال ارثرايتس امونج اذر سيستميك مانيفيستيشنز اند وي اول تريت روماتويد ارثرايتس بيشنت وذ تريت تو تارجت استراتيجي وير اور تارجت از ايذر ريميشن اور لو ديزيز اكتيفيتي. دوينج سو وي يوز ا هيوج اند لارج سبيكتروم of available drugs from conventional synthetic DMARDs to biologic and targeted synthetic DMARDs, yet we still have some unmet needs. One of these unmet needs is fatigue and pain. Fatigue is a determinant of quality of life and it continues to have a negative impact on more than 50% of patients with rheumatoid arthritis. Many patients with rheumatoid arthritis experience unbearable levels of pain and are not satisfied with their physical function outcomes despite the ongoing treatment. And despite the availability and use of many biological therapies, pain, patients' global health, and functional disability didn't improve much even with intensified treatment regimens, اللي هي البيولوجيكس مع الميثوتريكسيت. فالبين والفتيج حاجة مهمة جدا بنقابلها في علاج عياننا، يعني يجي العيان يقول لك أنا مفاصلي اتحسنت لكن لسه جسمي مكسر. مش بس ده اللي بنقابله. عندنا نقطة مهمة تانية، احنا عندنا الميثوتريكسيت ده بنسميه الكينج بتاع رشدة الروماتويد أرثرايتس، احنا ما نقدرش ما نكتبوش. مش بس علشان هو كويس، علشان as per guideline once you diagnose a patient with rheumatoid arthritis we should if there is no contraindication start with methotrexate methotherapy then we should upgrade if we didn't reach our target either combining it with other conventional synthetic DMARDs or with biological therapy. وستيل لما بنعمل كومباينيشن ما بين البيولوجيكال ثيرابي والميثوتريكسيت في ناس كتير بتوقف الميثوتريكسيت وتكمل على البيولوجيكال ثيرابي، وده لاسباب كتير جدا احنا عارفينها. في الحقيقه الميثوتريكسيت ليه ادفيرس افكتس ممكن بتاثر على عيانين كتير، ثلث العيانين بيشتكي من الجي اي تي مانيفيستيشنز، ربعهم ممكن يجي له الريسبيراتوري مانيفيستيشنز، غير اللي بنشوفه ساعات الليفيتد ليفر انزيمز، لكن جزء كبير من العيانين بيقول دايما ان مجرد ما بفتح الثلاجه وبشوف اللون الاصفر ده انا معدتي بتقلب وما بقدرش ان انا اخد العلاج. وعشان كده واحد من الانميت نيدز اللي بتقابلنا الثانيه ان انا ممكن يبقى عندي كونترا انديكيشن او سيفير ادفيرس افكتس لدرج مهم جدا بنعتبره انكر دراج ان تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس. وعشان كده لما ظهرت مجموعة الجاك انهيبيتورز فتحت لنا باب لحاجات كتيرة. ليه؟ لأن احنا زي ما دكتور صلاح قال لنا امبارح أغلب السيتوكاينز most of cytokines induce their effects through the JAK-STAT pathway. وعشان كده signaling of key cytokines implicated inflammation and pain is blocked through direct inhibition of JAK of JAKs. مش بس كده، other cytokines that do not work through JAK are regulated by JAK dependent mechanism. وممكن ان by blocking JAKs I can block the secretion of those cytokines.
الأوليومينت الدواء اللي بنتكلم عليه النهاردة اللي هو الباراسيتينيب، ودوت اتسليلي دراج، واحنا عارفين دلوقتي ان في مصر ايفا فارما في المينا، ايفا فارما في مصر وفي المينا ريجن هي اللي واخده الديستريبيوشن بتاع ادويه ليلي. فالاولوميانت الباراسيتينيب از ا جاك 1 جاك 2 انهبيتور ذات موديوليتس مالتيبل سيجنالينج باث واي امبليكيتد ان روماتويد ارثرايتس زي الانترليوكين 6 والانترفيرون باث واي. وفي الحقيقه الباراسيتينيب اندر وينت اكستنسيف انفستيجيشن اند ترايلز in all clinical settings في العيانين اللي عندهم methotrexate inadequate response، العيانين اللي عندهم conventional synthetic DMARD inadequate response، في العيانين اللي عندهم anti-TNF inadequate response either one or more than anti-TNF على huge number of patients تعدى 3000 عيان. لكن علشان الوقت أنا أتكلم النهاردة بس على البيم ترايل، والبيم ترايل ديت هي اتنشرت في New England Journal of Medicine وبت investigate the role of paracetamol in controlling patients with moderate to severe rheumatoid arthritis with inadequate response to methotrexate. العيانين بتوعنا وكانوا فوق الألف عيان اتقسموا لثلاثة groups. arm خد الباراسيتينيب 4 ملغرام per day مع الميثوتريكسيت. arm خد الستاندرد treatment of care اللي هو الأداليموماب as a biological therapy plus الميثوتريكسيت. وarm تاني خد البلاسيبو. وكان عندي اسكيب بوينت ات ويك 16 ان عيانين البلاسيبو لو ما فيش استجابه كويسه وعندي اكتيف ديزيز انا هدخلهم على هبتدي اديهم الباراسيتينيب. الترايل دي كان ليها برايمري اند بوينت ات ويك 12 ان انا اشوف الاي سي ار 20 ريسبونس. ودكتور عادل امبارح لما كلمنا عن الاي سي ار 20 عرف لنا الاي سي ار 20 ريسبونس انا بحسب بتعرفها ايه وبحسبها ازاي، والسكندري اند بوينتس بتاعتهم بداوا يشوفوا الراديولوجيكال بروجريشن والداس والهاك امبروفمنت. في الحقيقه في البيم ترايل الباراسيتينيب والسوبيريور تاداليموماب بلس ميثوتريكسيت مش بس ان اتشيفينج اي سي ار 20 ريسبونس، لا ده كمان ان اتشيفينج اي سي ار 50 اند اي سي ار 70، اند ذس ووز ان ا شورت تايم از ايرلي از فيرست ويك الpatients improve يعني experienced the improvement of disease activity. وده ترتب عليه إن الpatient reported reduction of pain was significant as early as the first week. مش بس كده، the reduction of fatigue was much better in the arm receiving the paracetamol plus methotrexate than adalimumab plus methotrexate and as early as first few weeks before the first month is even. بما ان البين اتحسن والفتيج اتحسن فديفينتلي انا هلاقي، ونبص على اللاين الاورنج ده ديفينتلي انا هلاقي الهاك ديكريزد. طبعا احنا عارفين الهاك لما العيان ياخد ثلاثة ده معناه ان هو ديسيبلد، لما ياخد واحد يبقى معناه ان هو احسن ان كان فانكشن ويل، فالهاك سيجنيفيكنتلي ديكريزد. الباراسيتينيب اثبت ان هو دواء كويس، it improves كل البارامترز بتاعه الديزيز اكتيفيتي as early as few weeks before even the first month، لكن احنا عايزين نشوف اللونج تيرم ايفكت بتاعه والسيفتي. وعلى والترايل دي اللي هي اتنشرت في 2020 في الارثرايتس كير اند ريسيرش كانت بتبحث الافيكاسي والسيفتي اوف لونج تيرم باراسيتينيب في عيانين الروماتويد ارثرايتس، ودي البياند ترايل اللي كانت extension trial لأكتر من واحدة من الترايلز اللي هم البيزك بتوع الباراسيتينيب. عملوا إيه؟ شافوا جابوا العيانين اللي كانوا ماشيين على الميثوتريكسيت وأفتر يعني زي شفتت باراسيتينيب لمدة 6 شهور، وكمان العيانين اللي كانوا باراسيتينيب وميثوتريكسيت ودخلوا في ريميشن وكملوا على الباراسيتينيب لمدة 6 شهور بعد كده. وهناخد بالنا إن اللاين الكونتينيوس ده plus methotrexate، وهقول لكم معناه ايه، والانتربتد ده without methotrexate. العيانين اللي كانوا ماشيين على الميثوتريكسيت وقلبوا على باراسيتينيب احنا شايفين ان الباراسيتينيب مونوثيرابي was effective in maintaining السيداي والاسداي and improving الهاك as a monotherapy في الاكستنشن. حتى العيانين اللي كانوا ماشيين على الباراسيتينيب بلس ميثوتريكسيت وكملوا على الباراسيتينيب they showed maintenance or persistence of decrease في السداي والاسداي and improvement في الهاك.
كانت العيانين اللي ما بيقاش فيه امبروفمنت قوي كنا بنقعد الميثوتريكسات، لكن ستيل المونوثيرابي كان يعني بيهيفينج ماتش بيتر. وعشان كده كان الكونكلوجن بتاعت البياند ستادي ان ماني بيشنت ريسبوندد ويل تو كونتينيو وذ باراسيتينيب مونوثيرابي or to switching to paracetamol monotherapy from methotrexate monotherapy or paracetamol plus methotrexate showed sustained and improved disease control. طبعا كلنا عارفين اليولار guidelines for treatment of rheumatoid arthritis and the recent of which اللي كانت في 2019 اللي اتنشرت في 2020، وكانت الجايدلاين نمرة 9 فيها بتقول ان البيولوجيكال demands and the target synthetic demands should be combined with conventional synthetic DMARDs. And in patients who cannot use conventional synthetic DMARD as co-medication, IL-6 pathway inhibitors are targeted synthetic DMARDs may have some advantages compared to other biological DMARDs. يعني per guidelines كمان، وده طبعا الguidelines بتطلع بناء على clinical trials، ان انا عندي ان انا اقدر استخدم الجاك inhibitors as monotherapy زيهم مع الانترليوكين 6. ولكن لما جم عملوا الكومباريتيف افكتيفنس اوف امبروفمنت اوف بين اند فيزيكال فانكشن، وبداوا يقارنوا ما بين الباراسيتينيب اللي انا اقدر اخده كمونو ثيرابي فيرسس الاداليموماب او التوسيليزوماب اللي انا اقدر اخده كمونو ثيرابي، في الحقيقه لقوا ان البين امبروفمنت was significantly better in paracetamol receiving patients more than التوسيليزوماب and adalimumab. وهم لما جم يقارنوا كمان بالاذر جاك التوفاسيتينيب كان في difference. Paracetamol was better in improving fatigue and pain، لكن يمكن الdifference ده ما وصلش للstatistical difference. وعلشان كده الparacetamol قدر يحقق لي الefficiency in clinically قدر يحقق لي الefficiency in providing clinical improvement للعيانين. قدر يحقق لي ACR responses 20 و 50 و 70. قدر يوصل للعيانين low disease activity or even remission، مع انه بيحقق كمان structural damage، وهو احسن من standard of care في الترايلز اللي اتعملت اللي هو الادليموماب بلس ميثوتريكسيت. وحقق لي التشالنج اللي انا بتكلم عليه النهارده اللي هو البين والفاتيج اللي بيبقى موجود في اغلب عيانين الروماتويد ارثرايتس رغم دخولهم في disease remission، وبالتالي حسن لي حاجة بنقول عليها patient reported outcomes morning stiffness والtiredness والpain، فبيخلي الفانكشن بتاعت العيان ده أحسن. حقق الكلام ده with the high safety profile. الترايلز على أكتر من 3700 عيان لمدة أكتر من 8 سنين ما زادتش الادفيرس effect though the continuous medication of paracetamol. الألوميانت لازم قبل ما استخدمه بعمل السكرينينج اللي انا بعمله قبل البيولوجيكال تارجتد سينثيتك ديمارت، لازم اعمل الاتش سي في، لازم اعمل تو اكسكلود تي بي، كمان احنا بنعمل الاتش بي في. مهم ان انا اعمل بيز لاين ليبيد بروفايل وليفر انزيمز، وببتدي اتابع العيان بيها كل 3 شهور. بس نخلي بالنا ان الوايت كاونت لو اقل من نص انا ما بقدرش ابتدي الباراسيتيليب. الألوميانت موجود في تركيزين 4 ملي جرام، وده الستاندرد اوف كير ثيرابي او ده الستاندرد دوز اوف ألوميانت، لكن كمان موجود ال 2 ملي جرام، وده بقدر استخدمه في البيشنتس اللي هم اكتر من 75 سنه اللي عندهم كرياتينين كليرنس، عندهم مايلد رينال امبيرمنت كرياتينين كليرنس من 30 ل 60. الباراسيتينيب is indicated in inflammatory arthritis، بس الألوميانت is approved في مصر في حالات الروماتويد arthritis، وزي ما قلنا الدوز بتاعته 4 ملي جرام per day orally. It's contraindicated in pregnancy and hypersensitivity to the molecule. Thank you. بشكرك يا دكتورة سماح. To the point، لخصت لنا الموضوع في أقل من ربع ساعة. I just have one question and then start the next session. في الإيرا of COVID والتندنسي to thrombosis، لو أنا عندي عيان روماتويد أرثرايتس and he is on Olumiant and develop COVID-19، he will stop Olumiant. When we restart and you will continue Olumiant or shift to another for fear of thrombotic events.
طبعا هو as per guidelines زي ما قال لنا دكتور صلاح في الير ريفيو، طبعا هم بيطلعوا ريكومنديشنز كل شويه للتريتمنت اوف كوفيد، بس as ريكومنديشن احدث حاجه طلعت ان اي عيان هيجي له كوفيد انفكشن لازم بوقف كل الاميونو سبريسنس، ما برجعهاش غير افتر الكومبليت او الامبروفمنت اوف كلينيكال مانيفيستيشنز، وان العيان يخف. لو العيان ما عندوش هيستوري ذس suspects him او يعني predisposes him to thrombosis، انا ما عنديش مشكله ان انا ارجعه على الاولوميان تاني. مش لازم ان انا هدي الانتي كواجيليشن علشان ان انا هبتدي اولوميان، انا ممكن انتي ادي انتي كواجيليشن لو العيان ده indicated نتيجه الكوفيد انفكشن، لكن as long as ان البيشنت not predisposed ما عندوش انتي فوسفوليبيد، ما هياش ماشي على الاورال كونتراسبشن، ما هياش يعني ما هياش predisposed for thrombosis، انا مش مضطره ادي انتي كواجوليشن مع الاولوميانت. خلاص. ثانك يو دكتوره سماح. ليتس انفايت ذا نيكست شير بيرسون. شورت كويستشن بليز دكتوره. اتفضل. نيكست تو يو يوسف. هو بس كان في يعني انستراكشنز اباوت ذا فايرال انفكشن وذ ذا جاك انهبيتورز. انكريزد انسيدنس اوف فايرال انفكشن سبيشلي هيربس. الهيربس. لكن طبعا هم بيقولوا ان الكورونا اتس نوت ذا سيم جروب، يعني ما فيش كورليشن دايركت مع الكورونا فايروس عشان هو ليميتد وذ هيربس. هو الهربس انفكشن ده موجود في المجموعه كلها از جاك، وده علشان احنا عارفين ان الانترفيرون هو اول خط دفاع للجسم اجنس الفيرال انفكشن، وواحد والانترفيرون بيشتغل من خلال الجاك ستات باثوي، بس ده برضو في كل الجاكس قالوا ان هو ده نتيجه الهاي دوزز ستيرويد، ولو عندي اولد ايج وكوموربيديتيز وديبليتيتد. لكن احنا يعني الالوميانت اول جاك نزل مصر بقاله داخل دلوقتي على قرب السنتين، يمكن النهارده ما شفناش الحالات دي معاه. هي ريبورتد طبعا ادفيرس افكتس، وكان التفسير بتاعها ان هو مع هاي دوزز وكده. الكوفيد كمان ما هو اتس وان اوف ذا فيروسز، والانترفيرون بيلعب دور مهم جدا في الديفنس ميكانيزم اجينست الكوفيد، لكن احنا ما نقدرش نقول هل المرضى اللي ماشيين على الجاك انهبيتور عموما في الايرا بتاعه الكوفيد نوقف لهم علاجهم، لا احنا عينينا كانوا ماشيين على علاج عادي وما حدش يعني I didn't see increased susceptibility to COVID. اوكي okay.